السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنصح الآيات من سورة الزخرف من آية 72 إلى آية 81. نتركز معايا في المصحف ونردد الآيات معايا كأننا في الفصل بالضبط إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الجنة التي أورثتموها وتلك الجنة التي أورثتموها. نركز يا أولاد في كلمة الجنة، حرف النون هنا مشدد عندنا، يسمى حرف غنة، نقف عليه مقدار حركتين. وتلك الجنة، الجنة التي، التي حرف الياء عليه علامة المد، هنا المد هنا نسميه مد منفصل ونمده أربع حركات. التي أورثتموها، أورثتموها، نخرج لساننا في حرف الثاء، أورثتموها، أورثتموها بما كنتم تعملون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. كنتم، هنا النون ساكنة بعدها حرف التاء، ده الحكم ده يسمى إخفاء شفوي. النون الساكنة لما يجي بعدها حرف التاء يسمى إخفاء شفوي، ويغن بمقدار حركتين. بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة، لكم فيها فاكهة كثيرة، لكم فيها فاكهة كثيرة، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. كثيرة منها تأكلون. عندنا التنوين في كلمة كثيرة وبعد حرف الميم في كلمة منها، التنوين لما يجي بعده حرف الميم بيحصل هنا إدغام، أدغم التنوين اللي هو أصله التنوين زيه زي النون الساكنة بالظبط، أدغمه في الميم بحيث يصير حرف واحد. كثيرة منها تأكلون، يسمى إدغام بغنة، غنة برضو مقدارها حركتين زي ما اتعلمنا. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم، لا يفتر عنهم، لا يفتر عنهم، أي لا يخفف عنهم، لا يفتر، لا يخفف، لا يخفف عنهم العذاب، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
وهم فيه مبلسون. مبلسون أي يائسون من النجاة، يائسون من النجاة من النار. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. نركز يا أولاد في حرف الظاء عندنا في كلمتين، وما ظلمناهم والظالمين، نخرج لساننا فيه. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. المجرمين بينادوا مالك خازن النار، مالك دوت اللي هو ايه؟ خازن النار. ليقضي علينا ربك، يعني ادعو ربك ان هو يموتنا عشان يخفف عنا العذاب. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، قال إنكم ماكثون. خرج لسنة ماكثون حرف الثاء، ومعنى كلمة ماكثون أي مقيمون في العذاب، دائمين في العذاب، مقيمين في العذاب دائما. قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق. نخلي بالنا من القلقلة في حرف القاف. لقد جئناكم بالحق، بالحق. وهنا القلقلة بتظهر في الحرف الساكن، وأنا لما أقف على كلمة بالحق هسكن آخر حرف اللي هو القاف، فلازما يقلقل. لقد جئناكم بالحق، لما أوصلها مش هيقلقل، لأن القلقلة زي ما قلنا بتيجي في الحرف الساكن بس. الحروف القلقلة اللي هي قاف والطاء والباء والجيم والدال، لما تكون ساكنة تقلقل. لقد، لقد جئناكم بالحق، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، ولكن أكثركم للحق كارهون، ولكن أكثركم للحق كارهون. جئناكم بالحق أي جئناكم، جاءتكم رسولنا بالدين الحق. أم أبرموا أمرا، أم أبرموا أمرا، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم أبرموا أمرا فإنا يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم،
بل بلى ورسلنا لديهم يكتبون بلى ورسلنا لديهم يكتبون بلى ورسلنا لديهم يكتبون ورسلنا لديهم يكتبون أي الملائكة الحفظة الذين يكتبون ما يسرون وما يعلنون به قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لغاية هنا انتهى قسم النهاردة إن شاء الله يكون ركزنا في القراءة وأسأل الله أن يوفقكم جميعا وأن تكونوا موفقين دائما بإذن الله جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.